مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلى الموز. بتتحضر بخمس دقايق فقط لرمضان. عنا علبة بسكوت 300 ميلي دبل كريم، كوب حليب، 3 موزات، ملعقة صغيرة كاكاو، وملعقة طعام سكر بودرة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الدبل كريم، سكر، وبخفقهم مع بعض. بحطهم على جنب، بغطي البسكوت بالحليب وبصفهم بالصينية. بسم الله، بهيدا الشكل. بحط كريمة على البسكوت، بمدهم بهيدا الشكل. برش كاكاو على الكريمة كمان. وبحط موز اكيد بهيدا الشكل. بصف الموز كمان على الكريمة. بس حطينا الموز، هلأ كمان برجع بعمل بسكوت، طبقة بسكوت على الموز نفس الشي، كمان طبقة كريمة، كمان موز. هلأ بدي احط الكريمة اللي بقيت بالكيس وزين فيها. بزين بهيدا الشكل، اكيد التزيين حسب الرغبة. بعد ما زينت كمان برش كاكاو على الوجه. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم، هلا لنشوف مع بعض كيف طلعت. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم. هيدا حلو الموز اللي عملته انا وياكم بخمس دقائق فقط. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.